وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أعتذر عن هذا التقديم الذي قدمه الأخ عبد الحكيم، فليس لهذه الثورة رموز، أنتم رموز هذه الثورة، هذا الشعب هو رمز هذه الثورة. هذا الشعب هو رمز هذه الثورة. ليس هناك شخص ولا هيئة ولا جماعة ولا ائتلاف ولا حزب ولا تكوين رمزا للثورة. ميدان التحرير وشعب مصر هو رمز هذه الثورة ولا رمز غير ذلك. أحبتي في الله، والله ثم والله جئت من المطار من اسطنبول على ميدان التحرير مباشرة. أخذوا يروجون أننا نهرب. لا والله، والله لا نهرب من الميدان أبدا، وهذه الثورة مستمرة، شاء من شاء وأبى من أبى. بكم أنتم يا ثوار مصر، بكم أنتم يا أحرار مصر، جئنا إلى هذا الميدان لنقول أولا ليس هناك وصية على شعب مصر، لا السلمي ولا غير السلمي، ليس هناك وصية على شعب مصر. علي السلمي بوثيقته، من الذي وضعها؟ لا ندري. أي أحزاب يجتمع بهم؟ لا ندري. أي ثوار يجتمع بهم؟ لا ندري. لا وصاية على شعب مصر مهما كانت بنود الوثيقة، فلن نرضى بها أبدا. لن نرضى إلا ببرلمان منتخب هو الذي يضع هذه الوثيقة، هو الذي يضع دستور مصر، هو الوحيد الذي يختاره شعب مصر مهما كانت بنود هذه الوثيقة. إذا كان علي السلمي يبيع الثورة والشعب المصري لوصاية الجيش المصري، فهذه وصاية مرفوضة تماما. إذا كان هناك بند ينص في هذه الوثيقة على أن القوات المسلحة هي الحامي للشرعية الدستورية، بنقول لعلي السلمي وبنقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبنقول لكل الأحزاب، لا حامي للشرعية الدستورية في مصر إلا الشرعية الشعبية. الشرعية الثورية هي الحامية لهذه. الشعب هو الذي يضع دستوري، والنواب المنتخبون هم الذين يشكلون الجمعية التأسيسية، ويستفتي الشعب المصري على الدستور الذي تقترحه الجمعية التأسيسية، ويستفتي الشعب المصري على الدستور مادة مادة وليس كل المواد مرة واحدة. لا وثيقة إطلاقا مهما كانت بنودها، نرفض الأصل ونرفض الموضوع من الأصل. المطلب الثاني، إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حمى هذه الثورة، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض أن يعتدي على الثوار، فإننا نقول لهم لا تفسدوا ما قدمتموه، لا تفسدوا ما قدمتموه، ولا تطمعوا في السلطة، فلن يحكم مصر إلا رئيس مدني منتخب.
سلم السلطة إلى رئيس مدني منتخب. لو في حد من العسكر عاوز يترشح يترك العسكر ويترشح ومش هنتخبه، لن ننتخب عسكريا. نعم، أي مواطن مصري شريف من حقه أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ومن حقنا أن ننتخب من نريد، ولن ننتخب عسكريا إطلاقا مهما كان. هذه السلطة لابد أن تسلم، ولا بد أن تسلم، وهذا قرارنا في ميدان التحرير، ولا قرار في ميدان التحرير إلا للثوار. لابد أن تسلم السلطة لرئيس مصري منتخب قبل انتهاء النصف الأول من 2012. لن ننتظر المجلس العسكري أن يصدر مرسوما، سنعطيه مهلة، وإذا لم يصدر هذا المرسوم نحن هنا في ميدان التحرير سننتخب رئيسا لجمهورية مصر العربية. نحن الذين سنصدر المرسوم. قوم اتكلم، السلطة لازم تتسلم. أخطأنا هذا الخطأ الثاني، أننا لم نشكل مجلس قيادة ثورة. الخطأ الثالث أننا لم نشكل حكومة ثورة. حكومة الدكتور عصام شرف ليست حكومة الثورة، وليس الثوار هم الذين جاءوا بالدكتور عصام شرف. المجلس العسكري هو الذي جاء بالدكتور عصام شرف. هذا الخطأ الثالث. والخطأ الرابع أننا لم نشكل محكمة ثورية. هذه أربعة أخطاء أخطأناها قبل 11 فبراير. نقول للجميع نحن على استعداد أن نعود إلى الميدان ونصلح هذه الأخطاء إن لم تسلموا هذه السلطة. ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لجماعة
الثوار الذين يفهمون معنى الثورة. جاءني الخبر أن التلفزيون المصري في القناة الأولى يذيع أن 60% من المتواجدين في الميدان لا يعرفون لماذا يتواجدوا ولماذا هم في الميدان. رسالة للجميع.